ازيكم جميعا طبعا، وكل اعضاء الاهلي بخير ومجلس الاداره. وطبعا احنا اجازه نص السنه، فاحنا بنبدا الانشطه الخاصه بالاطفال، ومنها النهارده ولاول مره بتيجي في الاهلي فرع الشيخ زايد كيدزينيا. وطبعا كان شيء رائع، والاعضاء كلهم كانوا مبسوطين بوجودهم، لان كذا نشاط بينفذوا فيه الاطفال، ودي يعني حاجات بدايات ان شاء الله لاجازه نص السنه بالتوجيهات اللي جايه لنا من اعضاء مجلس الاداره واداره النادي، بان يكون كل الانشطه ان شاء الله تكون محققه للاطفال. يعني طبعا اداره النادي الاهلي دايما بتواصل مع الاعضاء، وعارفين طلباتهم واحتياجاتهم بدون ما احنا يعني نرجع لهم، احنا عارفين الحاجه اللي تبقى هم محتاجينها او الحاجه اللي ما تبقاش لسه كملت، فاحنا بنكملها، وان شاء الله تكون حاجه بالنسبه للولاد مفيده. ان شاء الله هنعمل مسرح العرايس تقليله كبيره، وان شاء الله هيعجبوا الولاد، وبنعمل حفله عيد ميلاد مجمع، وبننسق ورشه للاطفال تاني فنيه برضو، وان شاء الله هينبسطوا في اجازه السنه معانا يعني ان شاء الله.